هو العميد متقاعد سالم بن بشر الحضرمي، مرافق صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في فترة السبعينيات. كان رجال عمان عند الوعد في صناعة مجدها، الكثير ممن ضحوا بحياتهم من أجل اسم عمان، قدموا درسا عظيما تتعلم منه الأجيال معنى الوفاء للوطن والتمسك بالقسم بالله والوطن والسلطان. لذا تخطو عمان نحو كتابة تاريخها وبناء مستقبلها عابرة كل الأمواج والأعاصير والصراعات، لترسو في مراسي الدول المتقدمة. فالطريق لن يكون معبدا، وإنما بالتحدي والكفاح تستمر مسيرة البناء بمجاديف المواطنين المخلصين، حيث تسمو بالتضحيات العظيمة من أجل أن تظل شامخة كشموخ ذلك العلم الذي يمثل لنا رمز الوحدة والعزة والنصر والأمل، حيث تشرق شمس عمان ونحن نؤدي القسم بأن نكون أوفياء لأجل هذا الوطن الذي ينبغي أن يكون عاليا. فالإيمان بالله والذود عن الوطن هو القسم الذي ينبض على جبين كل المواطنين الأوفياء الذين يقدرون قيمة ومعنى عمان في قلوبهم ويجعلونها رسالة وطنية يسعون لرفعة مكانتها بين الأمم. فعندما تكون التضحيات والأعمال من أجل عمان، فإننا نكون وفاء لذلك العهد الذي نقدمه لهذا الوطن. فلا يمكن لأي وطن أن تكون له المكانة بين الأمم إذا لم يعمل أبناؤه على بنائه وتطويره والاجتهاد من أجل قيادة نحو صدارة الدول المتقدمة. واليوم عمان تفتخر برجالها الأوفياء الذين أنفقت في إعدادهم الميزانيات المالية الضخمة في سبيل تعليمهم وتأهيلهم في أكبر الجامعات وتطوير قدراتهم بصورة مستمرة حتى يصبحوا خبراء وعلماء وأطباء ومهندسين على مستوى عالم من الإعداد والتدريب والتطوير. كل ذلك من أجل أن تتقدم عمان على المستوى العالمي وتصبح دولة لها قيمتها ومكانتها بين الأمم. فالوطن هو عزة المواطن وشهامته، ولا قيمة للإنسان إذا لم يكن له وطن. لذا نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم، فعمان أغلى ما نملك. كونوا الوفاء والعهد لهذه الأرض من أجل أن تستمر عملية البناء والتعمير، فالأوطان لا تنهض إلا برجالها الأوفياء.